محليا وضمن منافسات الجولة 18 من المحترف الأول موبيليس، نجح اتحاد الحراش في إسعاد أنصاره وأطاح بشبيبة القبائل بهدف وحيد، وقعه مروان دهار في الدقيقة 15 من علامة جزاء في مباراة فوت فيها الكناري فرصة العودة بالتعادل بعد إهدار ضربة جزاء في الدقيقة 94 عن طريق بن علجية. بدر الدين حجام. المولوديه لي جوار كانوا كونفيونس بليس اليوم جودي لا بريزونس تاع البيبليك لي زاد بوسات بزاف لي جوار الحمد لله. بروميير ميطون جاتنا لوكازيون تاع البيناتي وين ماركينا وكانوا قادرين كنا نزيدو دوزيام بيت الحمد لله. ما مالغري كان ماتش تري ديفيسيل بور نو ودنيا المينوت طالهم بينالتي بون الحظ كان معنا الحمد لله. ان شاء الله نسوا هذا الماتش نزيدو نكونفيرميو ان شاء الله مع باتنا. اذا الناس تفهم ديما اول مباراه من بعد التحضيرات اصعب مباراه، الحمد لله معناتها فيزيكمون كنا جاهزين، عدينا مباراه كبيره. اما اليوم ما عادش يهمني في الاداء، يهمنا في النتيجه. نطلب السماح من البيبليك ديالنا ومن صحابي، وكما يقول لك صحابي ما كان عليها، علاش كيقول لك انا 80% من هاد لاديفات باسكو كانت ليا فرصه باش نقاليزي وما قاليزيتش. نقول الحمد لله هكذا ولا اكثر، نطلبوا السماح من البيبليك ديالنا ان شاء الله مازال لي ماتش نعوضوا. هذا وعبر أنصار شبيبة القبائل عن استيائهم من وضعية الفريق بعد الخسارة أمام اتحاد الحراش، خاصة وأن الفريق القبائلي بات يقبع في مؤخرة ترتيب المحترف الأول. عندنا غير هاد ليكيب يا خو، هذا واش عندنا؟ نجوا سمانة خطرة في سمانة نفرحوا يا الحمد لله. لو بروبليم يا عمي لو بروبليم تقوليش لي جا لونترينور لازم تحوش لو مال لو مال لي بروفو ما كاين والو لو مال لو بروفو مسيو كومون سا لو مال ما كاين والو لو مال ماهوش يلعبوا كيما كانوا يلعبوا بكري. لونترينور لازم يروح، لازم لونترينور يروح ينحيه يا نمار عينا. مش ما باش اسكن وليتي زوزو اليز اليوم ولا لا باسكو سي با باسكو اون اي با اليز خويا اون اي با اليز نكذب عليك خويا اون اي با اليز. جدي ما شافهاش في الدوزيام ديفيزيون تي جياز. جدي نهار فتح عينيه هادي جياز كان ما كانش تكزيستي، نهار كزيستي جدي ما شافهاش في الدوزيام ديفيزيون. يا حناشي مديت لجياسكا جبت لنا ليكوب فرحتنا، تحب جياسكا على بالنا بلي تحب جياسكا، خليها الواحد عنده دراهم ولا الواحد راهو جاي موراك، اللي فات وقته ما يطمع في وقت الناس. وفي مباراة ثانية فرض فريق شباب الوزداد التعادل على مضيفه شبيبة الثورة بهدف في كل الشبكة، حيث كان أصحاب الأرض السباقين إلى التهديف عن طريق جاليت في الدقيقة 5 قبل أن يسجل مدافع الثورة طوبال هدفا ضد مرماه في الدقيقة 30 من الشوط الأول. ما صاتيش من التعادل باسكو راهم ردونا عاودوا ولاو العادة القديمة ونعاودوا ردونا حق التجارب ونجيبوا لك فئران تجارب بالتيلي كوموند. كنت صرحت انا شخصيا في الجرائد باللي يليق يديروا لنا حكم في المستوى. اليوم راهم جابوا لنا حكم يتمشى بالتيلي كوموند كما قلت، راني نقولها ونعاودها، تمشى بالتيلي كوموند باسكو رانا نعرفوا لي ريسبونسابل اللي ورا هادي. سي عربي فينو ايشي بخام دي بوان برافو ا اوي، ايزون ريشي ان ريكولتي ان. C'est dommage qu'ils aient fermé le jeu et qu'ils n'aient pas voulu affronter la JS Aura en termes de football. هذا وتستكمل اليوم مباريات الجولة 18 للمحترف الأول موبيليس يطبعها شدة الصراع في دواليب المقدمة، فالمولودية للتمسك بقمة الترتيب والوصيفين لخلافتها من ملعب الثامن ميبي سبيل. يتواصل دوران رحى مباريات الجولة 18 من المحترف الأول موبيليس الجمعة بأربعة صدامات واعدة، بداية بدورية الرائد مولودية الجزائر نحو الشرق لمواجهة شباب باتنا، والخطأ الثاني تواليا قد يزحزح العميد من كرسي الريادة وهو هدف الملاحقين، خاصة المباشرين في قمة الوصافة التي سيحتضنها ملعب ثامن ماي بسطيف بين الوفاق المحلي ومفاجأة الموسم أولمبي المدية، وكلاهما يتربص بمولودية الجزائر لخلافته في الصدارة.
صاحب الاستفاقة المميزة بفوزين متتاليين خلال مرحلة الإياب اتحاد بالعباس، أحد مستهدفي الريادة أيضا، يتنقل إلى العاصمة لمواجهة النصرية التي لم تسقط منذ الجولة 12، فالحذر سيطبع اللقاء من الجانبين. وبمعطيات تصب في صالحه، يستقبل بطل الموسم الماضي اتحاد العاصمة دفاع تاجنانت الباحث عن معالمه في مواجهة على الورق تبدو سهلة نسبيا لأبناء سوستارا الذين تنقصهم مباراتين. Alors pour ce match on doit se préparer, on a encore deux jours et j'espère inshallah ça va aller. لكن بالمقابل تعثر أشبال بغرارة في المواجهة السابقة ضد شبيبة الثورة ستحتم عليهم الدفاع بشراسة عن شباكهم وتحقيق الاستفاقة. إلى المحترف الثاني موبيلي سينا، تجرى اليوم مباريات الجولة 19 من المحترف الثاني موبيلي، تتقدمها القمة بين الرائد نادي بارادو واتحاد البوليدة، إضافة إلى لقاء اتحاد بسكرة وشبيبة تسكيكدا. قراءة في مباريات الجولة مع ابتسام شواش. تدرك هذا الجمعة بطولة الرابط المحترف الثانية جولتها 19، وفي البرنامج عدة مواجهات واعدة تتصدرها القمة بملعب الدار البيضاء بين الرائد نادي بارادو واتحاد البوليدة، لقاء سيحاول فيه كل فريق تحقيق الفوز، فأصحاب الأرض سيعملون على طي تعثرهم الأخير بملعبهم واتحاد البوليدة للتخلص من شبح التعثرات الأخيرة، حيث فشل أبناء الورود للجولة الثالثة على التوالي من تحقيق الفوز، الأمر الذي وضع الفريق خارج مركز الوصف. مواجهة أخرى تلك التي ستجمع بين اتحاد بسكرة الوصيف وشبيبة سكيكدا، حيث سيحاول الزوار العودة إلى الديار بكامل الزاد من أجل الحفاظ على مركز الوصافة، لكن مهمتهم لن تكون سهلة أمام فريق سيحاول الاستثمار في عاملي الأرض والجمهور لإبقاء نقاط اللقاء بملعبه. من جانبه يترقب أهل البرج أي تعثر من ثلاثي المقدمة للاقتراب من حلم الصعود، خاصة في حال فوزه على ضيفه جمعية وهران. وفي لقاء آخر تستقبل شبيبة بجاية المتعثرة بثلاثية في الجولة الأخيرة، تستقبل وداد بوفريك صاحب 24 نقطة في المركز السابع، كما تحل جمعية الخروب ضيفا على مولودية سعيدة. إلى ذلك سيكون لقاء مولودية العلمة وأمل الأربعاء بمثابة قمة أصحاب المراتب الأخيرة، ولن تكون هذه المواجهة الوحيدة المثيرة على مستوى مؤخرة الترتيب، حيث يستقبل شباب عين الفكرون فريق غالي معسكر في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. أما آخر مواجهة عن هذه الجولة ستجرى هذا السبت بين جمعية الشلف وأمل بوسعادة.